هذا البوشيبة نقطة ذهبية. هذا البوشيبة نقطة ذهبية من داخل أرضية ميدان ملعب عين مليلة. سيبري الحمد لله وفقنا ربي وكنا قادرين نخرجوا بلي ثلاث بوان، مي نظن الحمد لله هذاك أن بوا خير من ما كانش. إن شاء الله كيما بداك هذا الماتش إن شاء الله غنقلعوا وين نزيدوا نخدموا أكثر أكثر مع الكوتش لامين بوغرارا، وكيما يقول لك باش نداكوا الأخطاء ونعوضوا لي ماتش إن شاء الله اللي راح ولا شغل. باش تقول لنا تومي المباراة الأولى لك بألوان شبيبة الصارة؟ المباراة تاعي الأولى وين جينا حنا باش نديرو نتيجة إيجابية ونخلطو التعصب تاع الجزائر، وين لعبنا درنا أن كرون ماتش لا غالب عطينا دي زوكازيون كلش مباشرة تفضلو، مي الحمد لله أبوا تكفينا وإن شاء الله الماتش الجاي في صارنا نجيبو نتيجة إيجابية. إن شاء الله. حولي زكريا قدمت مباراة رائعة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الحمد لله يوفقنا باش نعودو في نقطة بعد الخسارة اللي تلقيناها في الشهر. أولا نشكر اللاعبين اللي أداو مجهود كبير 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 بزاف فوق أرضية الميدان. الحمد لله ربي ما خيبناش، تحصلنا على النقطة اللي وين قادر هذه بالك تكون إن شاء الله بداية انطلاقة جديدة للفقاعة الشديدة المتصورة إن شاء الله. وبوركوا با نزيدو نتقدمو لقدام إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. بارك الله فيك. زايدي حمزة نقطة ذهبية خارج أرضية ميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذه النتيجة. كما يقول لك طبقنا واش قال لنا المدرب تاعنا، شغل عطانا النصائح طبقناها الحمد لله. نشكر كاع اللاعبين، نشكر الطاقم الفني اللي كان شغل عاوننا بزاف، نشكر اللاعبين وخاصة الشاب والحاج المروى حولي. نقول له بون كونتينيواسيو وربي يوفقك. كما يقول لك حنا عطينا كما يقول لك الحمد لله اللهم هذه النقطة ولا ما كانش. نقول لك حنا درنا بون ماتش كما يقول لك الشعب كيخرجنا تحت تصفيقات الجمهور. وين عطينا بوكو دوكازيو نقول لك الحمد لله. هذه النقطة تخلينا التمرين تخلينا إن شاء الله نزيدو نكملوها. تهديها للمرحوم؟ نهديها للمرحوم خويا ربي يرحمه إن شاء الله. إن شاء الله. خوالد نصر الدين ما كانش مقابلة كما نسي الله وكانت فيها دماء على قميص شبيبة الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحان النقطة ما يساوش من النقطة هذه فقط اللاعبين والطاقم الفني والإدارة جميعا كانوا مساهمين في هذه النقطة الحمد لله. باش يسير المجهود كما يقولوا الحمد لله أن عدنا ورجعنا بسكة رغم ان التعادل اعتبروه هناك فوز لان نجم نقطة من برا الحمد لله. اما على اللي يصير صريف في سابق فوتبول تتقاس في الماتش تقاس في الماتش صريف الحمد لله. واحد يقول هكا اكثر الحمد لله. مازال ان شاء الله الخير قدام ان شاء الله وغادي نبقى ان شاء الله تخيل ان شاء الله باسكو ما ننساوش بلي انا توازيام ماتش في الشامبيون. مازال الخير قدام ان شاء الله مازال زدنا خدمه ان شاء الله مازال ان شاء الله ان شاء الله مازال مباراه اخرى ان شاء الله نفوزوا فيها ان شاء الله.